أهلا بكم. استشهد فلسطيني برصاص جنود الاحتلال بعد تنفيذه عملية طعن قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل. معلومات أكدت أن ضابطا في الجيش الإسرائيلي أصيب بجروح خطرة جراء عملية الطعن، وأطلق الجيش الإسرائيلي النار على المنفذ ما أدى إلى استشهاده. أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن محادثات للسلام ستبدأ في سويسرا منتصف الشهر الجاري، ودعا المبعوث الأممي الأطراف كافة إلى احترام هدنة إنسانية تبدأ مع انطلاق المحادثات، مشيرا إلى أن الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي على استعداد للدعوة إلى وقف إطلاق النار في ذلك التاريخ، كما قال إن إعلان وقف إطلاق نار في اليمن قبل مفاوضات السلام شبه أكيد. أفادت مراسلة الميادين في دمشق بتأجيل خروج أول دفعة من مسلحي جبهة النصرة من حي الوعر في حمص إلى يوم الأربعاء المقبل بعد أن كان مقررا يوم غد الثلاثاء. التأجيل حصل بسبب تأخر المسلحين عن تسليم قوائم بأسماء 300 مسلح من المقرر خروجهم مع عائلاتهم إلى ريف حماة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. أمين حزب الإرادة الشعبية السوري المعارض قدري جميل قال إن مؤتمر الرياض محكوم عليه بالفشل قبل أن يبدأ، وأضاف إن المؤتمر يستثني أطرافا جديين من المعارضة السورية، متهما السعودية بالانحياز والابتعاد عن اتفاق فيينا 2. جميل أبدى قلقه من دعوة بعض الفصائل التي رأى أن وضعها ما زال قيد البحث في لجنة قائمة الإرهاب. أعلن المندوب الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه سيتم إنهاء تبادل يورانيوم مخصب بآخر قليل التخصيب مع إيران قبل نهاية العام، وأضاف خلال جلسة للجنة المشتركة لتطبيق الاتفاق النووي في فيينا أنه يتوقع أن يطبق الاتفاق التاريخي بين إيران والدول الست في كانون الثاني يناير المقبل، ما يتيح المجال لرفع العقوبات عن طهران. رأى رئيس لجنة الاتصالات والإعلام النيابية في لبنان النائب حسن فضل الله أن قرار وقف بث قناة المنار يستهدف حرية الإعلام في لبنان، وفي مؤتمر صحفي تضامنا مع المنار قال إنه فيما يجري إيقاف المنار تفتح الفضائيات ويسمح للفكر التكفيري بالانتشار. إيقاف بث قناة المنار على عربسات هو قرار سياسي يستهدف حرية الإعلام في لبنان، وهو يشكل انتهاك للسيادة اللبنانية واعتداء على ميزته وفرادته كبلد للتنوع وبلد للحريات، ولا يمكن إخضاع هذا الإعلام لما يخضع له الإعلام الموجه والأحادي الاتجاه السائد في بعض الدول، بخاصة الدول التي مارست ضغطا على عربسات لإيقاف بث هذه القناة.